لعبت الإمارات دورا كبيرا في إثارة الفوضى بالمنطقة خصوصا في اليمن خلال عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، حيث أن هناك عدة أسباب تدفع نظام أبوظبي إلى القلق من عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض. ووفقا لتقرير نشره موقع الخليج أونلاين، فإن تسليح وتمويل الميليشيات في اليمن يحتل أهمية كبيرة لدى الديمقراطيين الذين انتقدوا أكثر من مرة الإمارات وحاولوا إيقاف صفقات بيع سلاح لها، ما يطرح أسئلة حول ما إن كان بايدن والديمقراطيون سيضغطون على أبوظبي في هذا الجانب أم لا. ووفقا للموقع، فإن الإمارات تخشى فوز المرشح الديمقراطي بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأنه سيضر بمكانتها ويؤثر سلبا على طموحاتها الإقليمية، غير أن بعض المحللين يرون أن واشنطن تشجع على دعم جماعات مسلحة تدعمها بعض الدول مثل الإمارات لتحقيق أهداف جيوسياسية والنيل من خصومها الإقليميين والدوليين.